Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vous propose une recette ultra simple et rapide. Nous allons voir comment préparer des ailes de poulet avec peu de matière grasse, accompagnées de pommes de terre sautées. Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikoum fi qanat Nani Cuisine. اليوم في هذه لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش نحضروا اجنحه ديال الدجاج بواحد الطريقه زوينه، تتبيله رائعه، كيجيو غزالين ما تياخذوش الوقت بزاف. وغادي نرافقهم ببطاطس اللي غادي نديرها حتى هي صوتي في المقله. وصفه اليوم من الوصفات السريعه وانا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم. بسم الله على بركة الله، غادي نشوفوا المكونات اللي غنحضروا بها هذه الوصفة. عندنا كيلو ديال الأجنحة ديال الدجاج منظف من قبل بالملح والليمون أو الخل. عندنا شوية ديال القزبر والمعدنوس، ثوم، عصير ليمون وزيت الزيتون. وعندنا زنجبيل، بابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، الملح وشوية ديال الهريسة. من بعد ما تبلت الدجاج غادي نغطيه مزيان بالبلاستيك وغادي نحطه في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يشرب مزيان هذيك الشرمولة، ومن بعد غادي ندوزو لطريقة الطهي. من بعد ما وضعت الدجاج في المقلة غادي نخليه تيتطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ومن بعد غادي نقلبو على الجهة الثانية ونغطيه ونخليه تيتطهى لمدة 20 دقيقة.
بالنسبة للطريقة اللي غنحضروا بها البطاطس، عندنا 750 غرام ديال البطاطس مقطعة دوائر رقيقة، درتها في شوية ديال الزيت والملح والزعتر وشوية ديال الثوم مجفف. غادي نخلطهم مزيان وغادي نخليها كتطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ونبقى تنحركها مرة مرة حتى تحمر. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette de poulet et de pommes de terre. Elle est vraiment simple et rapide. J'en suis sûre, vous allez l'adorer et vous allez faire plaisir à votre famille. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, partager la vidéo avec vos amis. Merci bien, à bientôt pour une nouvelle recette. وهذا هو الشكل النهائي ديال وصفة اليوم. الدجاج تيجي بواحد النكهة لذيذة، البطاطس كذلك، ومثال تجي رائعة. وصفة فريمون سهلة وسريعة. تنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. إلى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا بلايك، خليونا كومنتر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم ووصفة جديدة بإذن الله.